ازيكم، انا رنيم. عارفين ازاي نقول القاب افراد العيله بالصيني؟ النهارده هنتعلم ازاي نقولها مع بعض بالصيني. بالنسبه للاب والام فالصينيين برضو بيقولوا زينا بابا وماما. بالنسبه للجد من ناحيه الاب بنقول عليه ياي ياي. الجده من ناحيه الاب بنقول عليها نايناي نايناي. الجد من ناحيه الام بنقول عليه وايكون وايكون. الجده من ناحيه الام بنقول عليها وايبو وايبو. الاخ الكبير بنقول عليه جوجو جوجو. الاخ الصغير بنقول عليه ديدي ديدي. الاخت الكبيره بنقول عليها جيجيه جيجيه. الاخت الصغيره بنقول عليها ميمي ميمي. لسه كمان في القاب كتير قوي بالصيني، لو حابين تعرفوا القاب اكتر اكتبوا لنا في الكومنتات. عايزين تعرفوا ايه تاني؟ باي باي.